السلام عليكم، معاكم كابتن فواز المنيع من نيون فتنس، واليوم اشكر بادي تشالنج على استضافتهم لي. حبيت اشارككم طريقه تمرين الكروسفيت نادينا. أول شيء راح نبلش استرتشات قبل أن نبلش تمرين بالباند، وراح نبلش استرتشات اللي تكون استرتشات الإطالة تثبت فيها أو استرتشات الموبيليتي وغيرها. راح نبلش أول شيء هني، أمسك الباند إيدي سيدة، راح أروح أخذ خطوة قدام عكس إيدي وأثبت، أثبت لمدة 20 ثانية، بعدين أبدل إيدي الثانية مثل ما راح أوريكم اللاعب. هني راح اظل ثابت بس ابدل ريلك الثانيه، ايوه هني، واظل ثابت عشان بطل الكتف حق التمرين الليالي راح اوريكم اياه ان شاء الله. لازم تسخن تمارين موبيليتي عشان تبطل الشولدرز عندك، عشان لو خذيت البار بالريسيفنج بوزيشن ما يعورك كتفك وتكون راخي وتحس انك كومفورتبل بالبوزيشن. الحين ابدل ايدي الثانيه، اهم شيء ان تكون الايد سيده ما اثني ايدي عشان احاول ابطل شيت من ورا. الحين نفس طريقه السترج بس راح ندخل الكوع داخل. راح نثبت لمده 15 ثانيه بعدين ابدل الصوب الثاني. بدل ريلك الثاني. ايوه. ارخي ايدي اخليها تروح ورا كثر ما اقدر. تمام، الحين اخر شيء راح اسحب ايدي، احاول اسحب الكتف لبرا ابطله زياده. ارخي ايدي، اهم شيء انها تكون سيده وانزل وياها. نفس الشيء نثبت 15 ثانيه ابدل الصوب الثاني. لازم تسوي بالباند مثل ما وريتكم حق الشولدرز والكوع وتسوي استرتشات قبل ما تبلش. الحين اخر شيء قبل ما نبلش التمرين راح نبطل الحوض يمين ويسار 10 لفات. اخر شيء راح نسوي جود مورنينج عشان نشغل عضله الهامسترينج وعضله اللور باك اللي راح نستعملهم بالتمرين الجاي ان شاء الله. راح انزل ظهري سيده، انزل هاف سكوات تقريبا، اصعد فوق. راح نسوي 10 عدات، بعدها راح اشرح لكم التمرين ان شاء الله. راح نسوي تمرين اسمه باور كلين، يتكون من ثلاث رفعات تقريبا. اول شيء الرفعه الاولى تعتبر ديد ليفت اللي هي السحبه، الثانيه راح اسحب بكتفي، الثالثه راح انزل تحت البار واخذها بريسيفنج بوزيشن، راح انزل القطها هني واصعد فوق فيها. اول شيء راح نبلش ديد ليفت، اسحب اشتوفي، انزل تحت البار. راح يطبقها اللاعب معانا الحين. طبعا اقرب من البار كثر ما اقدر، الشنز يكونون لازقين بالبار، والتشست اب ظهري سيده دائما، والقطه ريسيفنج بوزيشن انزل البار شوي شوي. نفس الشيء راح نسوي خمس طقات ونريح دقيقه بينهم، ودائما تكون ايدي سيده بالسحبه.
كثر ما اقدر احاول نريلي هني تلصق بالبر، اذا بعتها راح تكون ركبي قدام فالبار راح يحوش ركبي، كثر ما اقدر الصق هني ارفع صدري فوق بحيث انه يكون ظهري سيده، ولما ارفع ما يكون الضغط على اللور باك وايد على فقرات الظهر. الباور كلين هي احد رفعات رفع الاثقال، نستعملها بالكروسفيت مثل ما قلنا، لما تسوي رفعة الباور كلين دائما ظهرك سيده وتاخذها بالريسيفنج بوزيشن وتسوي فول اكستنشن وانت تسحبها وتسحب الشولدرز تاخذها تحت بالريسيفنج بوزيشن. التمرين الثاني يعتبر مساعد للتمرين الأول، راح يفيدنا وايد بنقوي عضلات ظهرنا حق حركة الباور كلين. مثل ما أغلب اللاعبين اللي قاعد يجوني مثلا بالنادي يواجهون صعوبة بالباور كلين إنه يرفع وزنه، يعني مثال يقعد 3 أشهر بدون لا يتطور يرفع وزنه زيادة 5 كيلو، يزيد 1 كيلو تقريبا كل 3 أشهر بالرفعة هذه، لأن أغلبهم يهملون هالتمرين. هالتمرين من التمارين الأساسية حق مثل ما تشوفون رفع الأثقال اللي هو الباور كلين، وراح نسويه الحين اللي هو البنت اوفر روز بالبار. هني راح اقرب من البار، نفس الفكره، اخذه فوق هني واسحب بيدي كني قاعد العب بيطان، نفس تمرين الحديد يكون. راح اشغل العضلات اللي تكون عضلات الظهر هني، وراح اسوي 10 عدات 3 جولات واريح بينهم دقيقه. والبنت اوفر روز اللي هو تمرين مثل ما يقولون البيطان، لانه هو يساعدك وايد بالباور كلين، يساعدك انك تقدر تشيل اكثر، ويمكن يكون هذا احد الويكنس اللي عندك فالتمرين يكون يفيدك. مثل ما تشوفون دائما ظهري سيده هني، ما ينحني ظهري، الشست اب صدري فوق دائما، والبار يكون قريب من جسمي، ولما انزله شوي ما اقط ظهري معه، بحيث انه ما يتحرك فقرات الظهر معاك. تقدر تطبق التمرين بعد تمارينك اللي تسويها بالكلاسات مثلا، مثال راح تساعدك وايد وراح تشوف تطور خلال الاشهر الباجيه. ويعطيكم العافيه، وهذه كانت تماريننا لليوم.